بالشكل ده احنا نكون خلصنا البوني بارتس اوف ذا ثوراسيك كيج. احنا قلنا عندنا الثوراسيك كيج اللي هو السكيلتون اوف ذا ثوراكس، ده كان الجزء الاول من الثوراسيك وول. الثوراسيك وول كان بيتكون من ثوراسيك كيج رقم واحد، مجموعة عظام حكينا عليها في الاجزاء اللي فاتت. في الجزء ده هنبتدي نتناول الشق الثاني من مكونات الثوراسيك وول اللي اسمه انتركوستال ماسلز. انتر يعني بينها، كوستال يعني ريبس، ماسلز عضلات، عضلات بين الضلوع. The intercostal muscles are arranged in three layers وهي في مكانها in between the ribs. External أو outer layer اسمها external intercostal muscles. اللاير الثانية في النص intermediate in position إلى الـ intermediate layer وهي الـ internal intercostal muscle. اللير الثالثة اللي هي الديب لاير او الانر لاير يسموها ترانسفيرسال ثوراسيس ماسل. هنبتدي نتولهم لاير لاير ونتكلم عليها من خلال الاتي. ده كروس سيكشن اوف ذا ثوراكس مبينا فيه ادي الثوراسيك فيرتبرا، يبقى ده هنا الخلف، ده البودي وده الارش وده الفرامن. من قدام الاسترنم وده اللاترال مارجن اوف ذا استرنم. اول طبقه من بره العضله الخارجيه بين الضلوع اللي اسمها اكسترنال انتركوستال ماسل، لها اوريجن ولها انسرشن. الاوريجن والانسرشن من فوق لتحت، فوق تمسك من اللور بوردر اوف ذا ريب ابوف وتحت في الابر بوردر اوف ذا ريب بلو. الاكستنشنز قدام وورا، قدام يعني عند الاسترنم وورا يعني عند عند الفرتبرا. فاحنا قلنا الاوريجن والانسرشن اللي فوق واللي من تحت. طب ماذا عن الاكستنشنز؟ البوستيرور اكستنشن هتبتدي العضله من ورا، من عند التيوبركل من ورا وتمشي قدام حتى الكوستوكوندرال جانكشن، وتقف الفليشي بارت اوف ذا ماسل عند الكوستوكوندرال جانكشن وتكمل لللاترال مارجن اوف ذا ستيرنوم، بس مش بنفسها، بممثل ليها. هذا الممثل كان في صوره ممبرين اسمه انتيريور انتركوستال ممبرين او اكسترنال انتركوستال ممبرين. ده كان الجزء الاول او اللير الاولى اللي اسمها اكسترنال انتركوستال ماسل. الدايركشن اوف فايبرز لهذه العضله بتنزل داون ووردز فور ووردز اند ميدلي. الاكشن الاساسي بتاعها انسبيراتوري ماسل، هتشد داون ووردز ترفعها لفوق يبقى تعمل لي اليفيشن اوف ريب، هتشد فور وورد تجيبه لاترال تعمل لي ايفيرجن اوف ريب. هذا الايفليفيشن وهذا الايفيرجن اوف ذا ريبس بيعملوا على زياده الترانسفيرس دايامتر، يزيد الترانسفيرس دايامتر اوف ذا ثوراسيك كيج. ده من ناحيه. من ناحيه تانية هتشد لي من قدام، هتشد على الاسترنم في منطقه المانوبر ستنر جانكشن، هيحصل انجيوليشن، هيحصل انجل عند المانوبر ستنر جانكشن فهتزود الانتروبوستيريور اكسس اوف ذا ثوراسيك وول فتعمل الاكشن بتاعها انسبيراتوري اكشن. العضله الثانيه اسمها انترنال انتركوستال. الانترنال انتركوستال ادي الاول الاكسترنال كانت باينه اهيت وماسكه هنا في الاسترنم، خلاص دي حاجه حكينا عليها. الانترنال جه ازاي؟ لها اوريجن وانسرشن واكستنشن. الاوريجن جاي من فوق والانسرشن جاي من تحت. الاوريجن من الفوق من الفلور، من اللاتر ايدج اوف ذا فلور اوف ذا ريب ابوف وتحت في الابر بلانت بوردر اوف ذا ريب بلو. اما الاكستنشن فتمتد من عند اللاترال مارجن اوف ذا سترنم من قدام وهتكمل هتوصل لحد الانجل وتقف عند الانجل الفليشي بارت اللحمه تقف وتبقى ممبرين. هذا الممبرين سموه بوستيريور او انترنال انتركوستال ممبرين، هو اللي بيكمل لحد مستوى التيوبركل
لحد مستوى ترانسفيرس بروسيس عفوا اوف ذا ثوراسيك فيرتبرا. يبقى هنا ده الاوريجين والانسرشن والاكستنشن. الدايركشن اوف فايبرز، الفايبر تنزل داون ووردز باك ووردز اند لاترالي، فالاكشن بتاعها اكسبيراتوري فتعمل اليفيشن اوف ذا ريب. الريبس لما يحصل اليفيشن ترتفع هيحصل يقل الفيرتيكال اكسس فتقل الكاباسيتي اوف ذا ثوراسيك كيج فيطرد الهواء الى الخارج. اذا الاكشن بتاعها انسبيراتوري. دي العضلة التانية اللي اسمها internal intercostal. الليرة التالتة اللي اسمها transversal thoracis دي بتتكون من تلات اجزاء وتشغل الانر لير. اول جزء اسمه sternocostalis. الsternocostalis هيبقى من خلال الدياجرام الاتي. ادي الاكسترنال intercostal الاول وكملت بالممبرين زي ما احنا عارفين اللي اسمه anterior intercostal membrane، ودي الانترنال intercostal وكملت بالممبرين اللي اسمه posterior او internal intercostal membrane. نيجي عضلتنا احنا بقى العضلة التالتة اللي موجودة في تلات اجزاء، جزء امامي وجزء جانبي وجزء خلفي. العضلة اسمها الليرة التالتة ترانسفيرسال ثوراسيس، هتتقسم الى تلات اجزاء. الجزء الامامي اسمه سترنوكوستاليز، والجزء الجانبي الاوسط اسمه انر موست انتركوستال، والجزء الخلفي اسمه سبكوستاليز. الجزء الامامي اللي اسمه سترنوكوستاليز اهو ماسك فيه الانر موست انتركوستال، ماسك فيه السبكوستاليز. ادي التلات اجزاء المختلفه لهذه العضله. الاسترنوكوستاليز اللي موجوده في الامام الاوريجين بتاعها جايه منين؟ جايه بعدد من الديجيتيشنز صوابع. الاوريجين بتاعها قطع لحميه تشبه الاصابع جايه من اللور هاف اوف ذا باك اوف ذا استرنم. اما الانسرشن بتاعها فيحط في اللاترال الانر سيرفيس اوف ذا كوستال كارتليجز من 2 ل 6. الاكستنشن بتاعتها هي تشغل الانتيريور بارت اوف ذا انر لاير اللي بتكون الثوراسيك وول، بس في المنطقه الواصله من السكند الى السكس ريب. الدايركشن اوف فايبرز ابورز اند لاترالي. الاكشن تعمل على تثبيت الكوستو كوندرال جانكشن، ده هنا مكان الكوستو كوندرال جانكشن اثناء الريسبيريشن، مكان اتصال الجزء الغضروفي اللي هو الجزء القداماني بالجزء العظمي اللي هو الجزء الخلفي من الرب. يبقى الاكشن بتاعها استابيلايزيشن سبورت فيكسيشن اوف ذا كوستو كوندرال جانكشن ديورينج ريسبيراتوري موفمنت. دي اول عضله. الجزء الثاني اللي هو كان في الرسم اللي فات اللي هو اسمه انر موست انتركوستال او انترنال انتركوستال اندمس، هتطلع من الميديال ليب اوف ذا فلور اوف كوستال جروف، يعني جوه شويه من الانترنال انتركوستال، وتمشي نفس الدايركشن اللي مشيته الانترنال انتركوستال داون ووردز باك ووردز اند لاترالي. عشان تروح تنزل فين؟ تنزل على الابر بوردر، بس مش الرب اللي تحتيها، الرب اللي تحت اللي تحتيها او اللي تحت تحت اللي تحتيها في السكند او الثيرد ريب بلو. المكان بتاعها الاكستنشن موجوده على اللاترال سايد اوف ذا ثوراسيك وول. الدايركشن اوف فايبر زي ما قلنا زيها زي الانترنال انتركوستال. الاكشن اكسبيراتوري ايضا زيها زي الانترنال انتركوستال. العضله الثالثه او الجزء الثالث من عضلتنا اللي هي الترانسفيرسال ثوراسيس، الجزء الثالث اسمه السبكوستاليز. السبكوستاليز ماسل اللي هو الجزء الثالث من العضله اللي هو موجود في الخلف فقط، فيوجد في اللور بارت اوف ذا ثوراسيك وول بس فروم ان دي باك. هتطلع منين؟ من الانر سيرفيس اوف ايرب وتنزل تحت، تمشي نفس المسار اللي مشيته الاثنين اللي قبلها، الانر موست انتركوستال والانترنال انتركوستال، وتمشي داون وورز باك وورز اند لاترالي علشان تروح تتصل بالابر بوردر، نفس الحجازه اللي فاتت اوف ذا سكند او ثيرد ريب بلو. الاكستنشنز المكان الموجود فيه موجوده فقط في اللور بارت اوف ذا باك اوف ذا ثوراسيك وول. الدايركشن اوف فايبرز اوف ذا انترنال انتركوستال بي التلاته ليرز بتوعها. ادي العضله الاولى اللي اسمها اكسترنال انتركوستال، العضله النازله داون ووردز اهو، فوروردز ما تبانش ان ده مش مجسم، ده ثنائي الابعاد، بس محيط الصدر نازل لقدام، الصدر السيركمفرنس بتاعه نازل لقدام في فوروردز، وميديلي اهو متجه لجوه اهو متجه للداخل.
طب نشوف العضله الثانيه اسمها انترنال انتركوستال او داون ووردز، بس المره دي باكوردز اند لاترالي. طب نشوف العضله الثالثه اللي هي الانر موست انتركوستال، لو الجزء الثاني من العضله الثالثه اللي هي الانر موست انتركوستال اهي، اللي هي الانترنال انتركوستال انتمس، ماشيه نفس المسار اللي مشيته الانترنال انتركوستال. وادي الانترنال انتركوستال بتاع اللير اللي تحتها لما قلبناها، لان الفايبرز ماشيه نفس المسار. هذا المسار، هذا الكورس اوف فايبر، هذا الدايركشن اوف فايبرز هو اللي بيحدد دور العضله في الريسبيريشن، التنفس، ايزر انسبيراتوري يعني شهيق، او اكسبيراتوري يعني زفير. طيب الثوراسيك وول، احنا قلنا في بونز بتعمل الثوراسيك كيج، بينها عضلات اسمها انتركوستال ماسلز انكلوزنج جروب اوف نيرفز اند فيزلز، يسموها انتركوستال نيرفز اند انتركوستال فيزلز. الانتركوستال نيرفز يعني الريبس اللي ماشيه بين الضلوع. انا عندي 12 ضلع، فبالتالي عندي 11 انتركوستال نيرف. رقم 12 مش انتركوستال، لان لو انتر يبقى لازم في ريب تحتيه، ولان مفيش 12 ريب 13 ريب فبيسموه السبكوستال. يبقى السبكوستال اللي ماشي تحت الضلع ال 12، مفيش 12 انتركوستال لكن في السبكوستال. هنقسمهم لانواع، منها ما هو ماشي كورس تيبيكال، ومنها ماشي ما هو ماشي كورس اي تيبيكال. ايه بمعنى نن؟ هنا التيبيكال انتركوستال نيرفز اللي هم من 3 ل 6، امال واحد راح فين؟ الفيرست انتركوستال نيرف تعرض لعمليه خطف، اختطف، خطفته بليكسس في الابر لمب اسمها بريكيال بليكسس، وقالت ده يجي معايا في تكوين هذه البليكسس. خطفته في مكان هو ان فرونت اوف نيك اوف فيرست ريب، وهربت بيه من المكان ده ودخلت بيه على منطقه الاكزيله. النيرف الثاني اللي هو السكند انتركوستال، شاف الاولاني اتخطف قام طفش وهرب، وهنحكي عليه طفش ازاي. من 3 ل 6 هيمشي كورس محدد اسمه كورس اوف تيبيكال انتركوستال نيرف. هيبان هذا المسار لما ناخد مقطع في الثوراسيك وول، ديت الثوراسيك فيرتبرا، وادي الاسترنم، وادي الانتركوستال ماسلز بتاعتي، ادي الاكسترنال انتركوستال وامتدادها اللي هو الانتيريور او الاكسترنال انتركوستال ممبرين، وتحت منها الانترنال انتركوستال وامتدادها اللي هو الانترنال او البوستيريو انتركوستال ممبرين، وديب لهم الثلاث طبقات مع بعض بتوع الترانسفيرسا ثوراسيس، استرنوكوستاليس من قدام، وانر موست انتركوستال في النص، وسبكوستاليس ورا. جوه هنا في البلورال كافيتي، الثوراسيك كافيتي، الثوراسيك كافيتي جواه بلورا ولانج، فهنجد ان هو ادي البلورا جواها اللانج. التيبيكال انتركوستال نيرف المسار بتاعه جاي ازاي؟ ده الفيرتبرال فورامين. الفيرتبرال فورامين اوف اول فيرتبري بيكون كنال اسمها فيرتبرال كنال، بيمشي فيها جزء من السي ان اس اسمه سباينال كورد، هو بدايه خروج هذه الثوراسيك نيرفس اللي اسمها انتركوستال نيرفس. هيخرج من السباينال كورد اللي قاعد فيه الفيرتبرال كنال، هيعدي على هذا الفورامين. هنا يا جماعه احنا قلنا ده كان نوتش اسمه انتر فيرتبرال نوتش، انتر فيرتبرال نوتش فيرتبرا واحده مع الفيرتبرا الفوقيه، ده نص قوس مع الفيرتبرا اللي فوقيه يعمل قوس كامل في صوره فتحه اسمها انتر فيرتبرال فورامين، هي دي مكانها. هيخرج النيرف بتاعنا من هنا من هذا المكان ويمشي مسار، انا هرسمه الاول وبعد كده نحكي على هذا المسار. شوفوا جاي ازاي ونتتبعه، شايفين ماشي ازاي وانتهى فين. تعالوا نشوف ماشي فين. اولا it comes out from the intervertebral foramen، في الجزء ده كان قاعد ورا جانجليون اسمها سمباثيك جانجليون. في هذا الجزء كان النيرف lies between the posterior intercostal membrane والبلورا، ثم يمشي الجزء الثاني، يمشي الجزء الثاني من النيرف بين البوستيريو انتركوستال ممبرين والعضله دي، العضله دي اسمها ايه؟ سبكوستاليس. هيمشي في طريقه الى الامام ولاترالي
هيمشي بعد كده بالانترنال انتركوستال والانترنال انتركوستال انتمس، الطبقه الوسطى من الترانسفيرسال ثوراسيس، ويفضل ماشي في الامام لحد ما تخلص الانترنال انتركوستال انتمس. هيمشي بين المصل وبعد كده من هذا الممبرين، ثم يعدي يمشي بين الانترنال انتركوستال اللي هي ماشيه لاترال له طول الكورس بتاعه، بينها وبين الاسترنوكوستاليز، ثم على بعد 1 سنتي تو ذا لاترال مارجن اوف ذا ستيرنم هيخترق الانترنال انتركوستال مصل، ويخترق الانتيريور انتركوستال ممبرين، ويخترق المسلز اللي بتكون البيكتورال ريجون بتاعت الثوراسيك بتاعت الفرونت اوف ثوراكس، العضلات اللي بتربط الابر ليمب بالثوراكس، يخترقها ويطلع على الجلد ويمتد ككيوتينيوس نيرف. ده المسار بتاع التيبيكال انتركوستال نيرف. طب البرانشز اللي خارجه منه، البرانشز اللي خارج، اول برانش اسمه جانجليونيك برانش او كوميونيكيتنج برانش، هو عباره عن كوميونيكيتنج برانشز هتوصله بالسمباثات الجانجليا اللي موجوده قدام منه. تاني برانش رايح يغذي السكين اوف ذا باك اسمه بوستيريور كوتينياس نيرف. البوستيريور كوتينياس نيرف ده يخترق ويطلع الى الباك ويتفرع الفرعين ميديال ديفيجن ولاترال ديفيجن عشان يدوا يغذوا منطقه السكين اللي تقطع تنفوذ هذا النيرف في منطقه الباك. النيرف الثاني اسمه كولاترال برانش، انا مش شايفه ليه، ماشي سموه كولاترال علشان ماشي مصاحب لمين، مصاحب للنيرف الاصلي، بس هيمشي تحت منه، هيمشي فوق الابر بلانت بوردر اوف ذا ريبلو، مصاحب للنيرف الاصلي بتاعنا اللي هو التيبيكال انتركوستال نيرف، وبيغذي الانترنال بيغذي الانتركوستال ماسلز اللي حوالين منه. النيرف الثالث هيطلع من هنا من قرب المنطقه دي اسمه لاترال كيوتينياس برانش، يخترق الانترنال انتركوستال والاكسترنال انتركوستال ويمشي تحت الجلد يتفرع لفرعين انتيريور برانش وبوستيريور برانش علشان يغذوا السكن على اللاترال سايد لمنطقه الثوراكس. العصب الرابع الخامس والاخير هو الانتيريور كيوتينياس نيرف. الانتيريور كيوتينياس نيرف اللي هو كان ده هيتفرع لفرعين اثنين ميديال ولاترال برانشز علشان يغذوا السكن ان فرونت اوف ذا ثوراكس. هذه هي البرانشز الاساسيه اللي كانت خارجه من التيبيكال انتركوستال نيرف. نرجع تاني التيبيكال من 3 ل 6، نرجع تاني للسكند اللي قلنا عليه طفش. طفش ازاي؟ اللاترال كوتينيس برانشز بتاع السكند اللي هو ده ما بيتفرعش للانتيريور ديفيجن ولا البوستيريور ديفيجن، ده بيروح يهرب ويطفش يروح لبرانش من البريكيال بليكسس زيه زي الفيرست اللي اتخطف، ويعمل نيرف جديد اسمه انتركوستو بريكيال نيرف يغذي السكن اللي على الميديال سايد اوف ذا ارم والابر بارت اوف ذا لاترال سايد اوف ذا ثوراسيك بول. ده كان الكورس اند برانشز اوف ذا تيبيكال انتركوستال نيرف نيرفس اللي هما من 3 إلى 6. تعالوا نشوف بلاد سبلاي اوف ذا ثوراسيك وول. الثوراسيك وول اللي كان فيه بونز وكان فيه ماسلز وكان فيه نيرفس من شويه، كل دول محتاجين تغذيه، هيغذيهم سيستم اسمه بلاد سبلاي يتكون من جزئين اتنين، ارتيريال سبلاي وفينوس درينج. الارتيريال ارتريز اللي بتغذي عضلات الثوراسيك وول، منها ارتريز تغذي الانتيريور بارت اوف ثوراسيك وول اسمه انتيريور ثوراسيك وول، العضلات دي الارتريز دي سموها انتيريور انتركوستال ارتريز، ومنها ما هو بيغذي البوستيريور ثوراسيك وول يسموها بوستيريور انتركوستال ارتريز، بالظبط زيها الفينوس درينج. الفينوس درينج اوف ذا ثوراسيك وول هيسموه انتيريور انتركوستال فينز، والفينوس درينج اوف ذا بوستيريور ثوراسيك وول هيسموها بوستيريور انتركوستال فينز. تعالوا نتكلم على الانتيريور انتركوستال ارتريز والبوستيريور انتركوستال ارتريز والانتيريور انتركوستال فينز والبوستيريور انتركوستال فينز، نشوف حكايتهم ايه وبيغذوا مين وازاي.